يعني انت بتؤكد ان ده ولدي؟ والله انا متأكد، بس ده ما يمنعش عشان اطمنك نعمل التحاليل. ايوه صح، نعمل التحاليل. يلا استاذنك في العلبة اللي على الكومودينو دي. تفضل يا دكتور. تحليل ايه؟ بول دي ولا ايه؟ لا لا، ده من توست نعناع. تاخد واحدة؟ انت قادر دم تنزع من ديك ولا جرعة ابو اللي جابك ايه؟ ما تصفات دي انا وخلص التحليل. اوكي، قول لي يا عترة، بتحب الورك ولا الصدر؟ لا انا هاخد ربع نيفه وهات لي بابا غنوج لحد ما ابويا. وقف! انت بتعمل اوردر من عند شلقامي؟ ده سؤال علم. علم بقى يا اخي. انا هعيد السؤال تاني، بتحب الورك ولا الصدر؟ الصدر. وانت يا كبير بتحب الورك ولا الصدر؟ انا ما اكلش غير الصدر. يبقى ابنك. الله اكبر، الحمد لله. ايه ده؟ ايه التخريف ده؟ اسمه ايه التحليل المخرب ده؟ دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ يعني ايه؟ الدي يعني دجاج، والان يعني ناجتس، والايه اللي هو ايه بقى؟ ورك ولا صدر؟ ايه بقى؟ انا دماغي هتطرشق. هتطرشق. بس تعرف تفاهتك دي جابت لي فكرة. اسمع يا ايت، انا هسألك كم سؤال، لو جاوبتهم غلط تبقى مش ولدي وهطخك، ولو جاوبت صح ما تخافش مش هطخك، هتبقى ولدي وانا وانت هنطخ الحيوان ده. ماشي، اسئله زي ايه يا ابوي؟ لما بدخل اخد شاور بدندن انا اغني اقول ايه؟ بتوصفني بتكسفني للاستاذه انغام. طيب طب لما باخد القيلوله بعد ما بصحى بعمل ايه؟ اول ما بتصحى بتفتح عينيك. يا سبحان الله. ما عادي يا ده عادي. بتروح حاطط مسمارين قرنفل في خشمك وتتفهم تاني ما بتستحملهمش، وتشرب الزبادو بتاعك. دقيقه، خوخ ولا منجه؟ فراوله. وبعد كده تقعد مرحرح بالكلسون في الفرندة تفليك بس وتفضل تغني وسط بيوجعني من ايه؟ وسط بيوجعني من غسل امبارح. بس يا بس. ايه يا كبير الغنى ده كله؟ وبعدين ينفع يبقى وسطك بيوجعك وما تقوليش؟ عندي كريم رائع. خد القاطعة الباتلة، آخر سؤال، وده لو جاوبته هتبقى ولدي صح. ايه اللعبة اللي لما بتشتروها بسرقها منكم دائما، ومهما تبكوا وتدبدبوا قدامي ما تصعبوش علي واصل، ما برجعهاش. ايرون مان. ولدي ابوي ابوي ابوي.